السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سميت وبيض وجبنة. النهاردة هنعمل شريك. شريك المخرج دلوقتي بيقول لي ان ده فال وحش. هو الشريك لازم كنا نطلع بيه على القرافة عشان يبقى شريك؟ طب الشريك طول عمرنا بناكله، بتعدي في الإشارة هتلاقي راجل بيبيع بسميت وبيض وجبنة على دماغه بتاع كده، وفيها العجوة، فيها بالجبنة، فيها بالسمسم، فيها مش عارف بإيه، بناكله طول عمرنا عشان على الشريك. المخرج معترض بيقول ما ينفعش ان احنا نعمل شريك وعلى الهوا وبتاع، ده فال وحش. مش عارف، هو حر في رايه، هو ماليش دعوه. لكن انا عندي الميادين هنا بتقول في ايه، كيلو 100 جرام سكر، 5 جرام محسن كيك، 20 جرام خميره بودر، 30 جرام لبن بودر، 150 جرام زبده، 4 بيضات، 10 جرام ملح، 100 جرام ميه، وسمسم وحبه البركه. وانا بقى عايز بقى ايه، احشيه بالعجوه، اعمل اللي انا عايزه، المهم ان احنا نطلع حاجه حلوه وجميله. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط كل المكونات دي، نعجنها اهو. ادي الخميره، ادي الملح والسكر، بيكنج بودر، لبن بودر، الشوجر، وادي الزبده بتاعتي. واحنا طبعا عايزين نغير في اكلنا ونعمل حاجات حلوه. لسه ما عملناش الحلقه بتاعه المصيف، ان شاء الله هنعمل لكم حاجات حلوه جميله باذن الله هتعجب حضراتكم. طبعا كلنا بنيجي نطلع على المصيف بنعمل حساب بقى ايجار الشقه وايجار مش عارف الفسحه وبتاع مش عارف ايه، وفي الاخر يجي الكوست برايس يعلى من ايه، من الوجبات اللي بناخدها. احنا طالعين نتفسح مش طالعين ناكل ونطبخ ونعمل مش عارف ايه وبتاع. فهنعمل حلقه ان شاء الله، بحس ان انا قبل ما اسافر بيومين اجهز شويه اسكلوب بانيه، شويه كفته بانيه. احنا مش عايزين نحرق الحلقه، لكن هنعمل حاجه حلوه بحيث ان احنا نكون حاجتنا كلها في الفريزر، نطلع نتفسح ونتبسط ونرجع نعمل لقمتنا بسرعه وتبقى حاجه حلوه كده ان شاء الله. طبعا نعم سامعك يا باشا. لا انت بتقطع كده، عايزين نشوف التقطيع دي منين يا باشا. رومون اختلف معايا بيقول لي طب ما انا عامل وجبات جاهزه ببيعها على البلاج وبعدي بفريسكا وبتاع والحاجات دي كلها، هتقطع عيش ليه؟ رومون في اي مصيبه تلاقيه شغال، في اي 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 داهيه شغال. مش عارف ادي الفلوس دي فين، عامل نفسه مش سامع، حطوش في التليفون عامل نفسه مش سامع. يا عم يا بتاع التليفون برضه لسه كده من عندي ولا من عندك ولا ايه بالظبط يعني؟ اهو يابا. يا عم عبد الحق، ده قطع الخط. عم عبد الحق قطع الخط، ده كلام. وادي كمان شويه ميه هم. عم عبد الحق الراجل ده من الاقصر، راجل عسل، كل يوم بيكلمنا يا رب ما يتحرم من سؤاله ومن صوته. طيب بصوا يا جماعه عشان ما اضيعش عليكم الوقت، يعني هي العجينه ديت كده بدات تستوي اهي. عايز بقى ايه، اقسطها وابدا اشتغل، لان احنا لازم نخمرها قبلها بنص ساعه كده. ادي العجينه اهي، العجوه ليه؟ ما احنا هنعمل برضه بريك يا اخي، ما هو هنعمل شريك وبريك، مش بريك ان احنا نقعد. يا عم في حاجه اسمها بوريك بيبيعوها الناس في العربيات بره في الشوارع في الاتوبيسات والحديد، الناس الغلابه اللي زعلتنا بناكلها. الواحد ما يبقى طالع الشغل متبهدل وواقف في محطه الاتوبيس وتعبان وجعان، يقوم يعمل ايه؟ بيلاقي واحد بيبيع بوريك وسميت وبيض وجبنه والحاجات دي كلها، بناخد حاجه تسد جوع لغايه ما نروح ناكل. صح يا عم رومون؟ طبعا رومون باخد بتمثاليه وسلزون وكروسوه، مش فاهم ازاي حالتنا.
يا عم ده الله يصلح على عبيده بقى. احنا يا عمي الو. السلام عليكم يا شيخ. عمي عبده الله يخليك. صباح الهنا يا ملك. الله يخليك يا باشا حبيبي. صباح الفل عليك وعلى عيونك يا جميل. صباح الورد والياسمين والفل يا باشا حبيبي. نهارك ابيض يا رب. نهارك ابيض يا حبيب قلبي. السلام على حسك يا ابوي حبيبي. تسلم لي يا عمي عم عبد الحق الراجل المحترم الجدع ابن بلدنا الحلو. تعالوا بقى نقسط نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش هنحط طبعا دقيق ولا حاجة. عايزين بقى ايه استنى كده. طيب كده انت لا عايزة شوية مية تاني. حاضر هديلك شوية مية. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ لا معانا يا باشا بالصلاة على النبي. عندنا صلاة بتنجان. احنا مش هنعمل حاجة من بره. طيب كده عايزين بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبرنا الشغل ده كله كده. اللفه دي مهمه جدا يا جماعه. دي بنسميها برنقه. اهي المخرج بيقول لي مطلوب بكورها وخلاص. خلاص بنكورها يا عمي ولا زعل نفسك. كده فين يا ابني حته الجبنه يا حبيبي؟ طب تقول لي كده يا اخي ده دي هنعمل اكله حلوه ان شاء الله هتعجبكم النهارده. انا العجينه عندي على في المكنه بتستوي بتتجمع يعني. نعم يا فندم. ده انت عايز تنام شويه انا عارف. معلش حاك عليا سامحني. جيت تناموا من بيتكم. المخرج دماغه وجعته من المكنه قال لي انا عايز فاصل عايز اريح شويه. هستاذنكم اريح المخرج وارجع تاني. اوعى تغير المحطه وتروح فيها. اول حاجه بنعمل اللي بالعجوه. نجيب البلح بنفرمه اهو وبنعمله كده عجوه. كده اهو. لسه لما تخمر هنفتحها. نعمل 3 4 بالعجوه ونعمل 3 4 بالجبنه ونعمل حاجات حلوه تعجب حضراتكم ان شاء الله. اهو حبيبي يا رسول الله.
كده ام رؤي. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته ست الحاجه. الحمد لله، ازيك يا شيف شربين؟ في نعمه يا امي. انا معجبه بحضرتك واكلات حضرتك بصراحه والله. صباح الهنا، صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. واموريني سعادتك، اموريني يا فندم. الحمد لله، انا طالبه بس عشان اشكر حضرتك واقول لك ربنا يديك الصحه. اشكرك يا امي، اشكرك يا ست الكل. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. ربنا يكبر بخاطرك زي ما بتكبري بخاطرنا. وعندي الولي وهنا بيموتوا فيك والله يا شيف شربين. صباح الهنا على حضرتك يا فندم. اشكرك يا امي. كده اهو كده نعمل كمان اتنين. طبعا يعني انا يعني انا الحاجات دي دايما بحب اكلها، بس انا لما بشوفها في الشارع يا جماعه نفسي بتروح لها، بس انا لما اكون معدي في اشاره كده والاقي الراجل قاعد بالقفص بتاعه وعوادم العربيات والكبريت بتاعه والعربيات والحاجات الضاره دي كلها بتعدي على الحاجه وهي قاعده في القفص، حاجة بصراحة ربنا بتبقى يعني الراجل عايز يرزق احنا معاه ولازم اكل عيش، بس انا ما اروحش اجيب اكل بقى يعني بقى حاجة تبهدلني من عوادم العربيات والحاجات دي كده. الراجل قاعد في اشارة ومش هيجيب محل يعني يفتحه عشان يبيع فيه حبة شريك. فاحنا بنعمل كده نحصن نفسينا من اخطاء الغير. طيب كده هنا بوسعها اهو، دي عايزه اوسعها شويه كده اهو. يا عم ابراهيم، عم ابراهيم اهلا يا عم ابراهيم. لو سمحت يا شيخ ممكن في حلقه تعمل لنا بيتزا؟ على عيني يا عريس، يا سلام خدامك يا قلبي. حاضر يا حبيبي، حاضر كده اوسع برضو على قد ما اقدر اهو كده. بنجيب سكينه صغيره ونعمل ايه بقى يا سيدي؟ الاول بنجيب اجز نديها سنة مية عشان ما تصفرش مني قوي. نخف البيت شوية عشان ما يصفرش مني قوي. وادي الفرشة. باجي بالسكينة كده سميد وبيض وجبنة ايه ما بتاكليش؟ انا عارف لا، وطماطم شيري ما تنساش دي، اشتري من بره. هتروح تجيبها من الزخان ممكن. طب نحط بس ده طلع في الفرن يا عم ونشوف فصلك انت عايز ايه، فصل ولا انت عايز ايه كده. ادي حبة، ما ينفعش احط لها حبة البركة دي، هنحط لها بس كده ده
ونحط سكر طبعا. يا سلام انت يا مسكر، حط لنا شويه سكر يا ابني كده، نحطه في الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. وادي كده بقيت الشريك بتاعي بالسكر، وهنعمل بحبة البركة وبالسمسم. ده السكر اهو، ونصلي على الرسول. انا بقى ليا راي تاني. نعم يا فندم. صل على النبي. ايوه كده، اهدى وقول هديت كده، عشان السكر اللي انا حطيته وقع في الصينيه ده ما يتحرقش مني كده. اوه يا جماعه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عايز اجيب بقى ده كده تحت اهو، اهو نخش في الفرن التاني. اهم حاجة الصلاة على الحبيب، اهم حاجة عندي الصلاة على الحبيب، واللي يقصده عمره في حياته ما يخيب كده. فوق وتحت، يا اللي فوق بصوا على اللي تحت، مروح. طيب يلا بقى نكمل واحدة تانية، عشان المخرج عنده. هنعمل واحدة بالجبنة. مين يا فندم؟ جريم. الو 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 يا شيف. اهلا يا ست ريم، صباح الخير عليك يا ست ريم. يا ريم يا ريم كده هنا يا ست ريم، حاول تكلمها تاني. ست ريم هنا، حته جبنه اهي اهو، وروح قافلين كده. وقوم بقى ايه الشوكه اهي، والنبي نصلي على النبي كده. يا ست فاتن علي، ستي ست الو، ست وامي الو. ايوه يا فاتن الو، عايز اعمل لحمه. تعمل لحمه ايه بقى؟ لحمه مفرومه من عيني يا ست العرايس. حاضر. حبيبي يا رسول الله، ايه مستعجلة؟ خد يا خد يا ابني. حاضر، كله يطلع كله بأمر الله. يا عم جمال، يا جمال افندي،
خد يا ابن النبي ساعدني في دين وبك صواب. تعالى لي. هنشوف بقى مدير الفراخ عشان الراجل عايز ياخد فاصل تقريبا. فين يا ابني الورق بتاعنا؟ طيب عندنا فراخ مشويه بالكركم، نشوف مقاديرنا. عندي كزبره خضراء، ملح وفلفل وتوم مفروم، زنجبيل او جنزبيل، هريسه، صوص محار، سكر براون. بعد كده عندي رز مع التقديم، عندي رز مع التقديم وشرايح ليمون. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. يلا بقى نعمل الفراخ المشوية مع بعض. عندي رز اهو، حطه على النار الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرز بتاعي كده. حبة زيت اهو، حبة ملح، نقلب. طيب يبقى كده نخليه يسخن شويه وبعدين نحط له ميه سخنه. نيجي على الفراخ بتاعتنا نشوف هنشويها ازاي. بالهريسه كده شرايح الفراخ اهو. يا ست مريم. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازاي حضرتك يا فندم؟ واموريني يا مريم. عايزه وصفه البيتزا. عايزه وصفه ايه يا فندم؟ البيتزا. ستي. حاضر يا فندم. اشكر سعادتك على اتصالك يا بنتي. كده هنا. نقوم بقى ايه؟ ادي. نقلب. يا جنة. الو. الو. ازيك يا جنة؟ عاملة ايه يا جنة؟ اموري يا عريسة. ازيك يا ست العرايس، اموريني يا حبيبتي. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. الله عليك يا عمي. قشطة. امال يا جماعة بتقولوا منصور نايم ليه؟ ما هو صاحي الراجل هو بينبهني. لا يا محمد يا فهمي ما تشوهش سمعة الناس اللي معانا النضاف. حرام. الله 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 الله. كده. ادي أول لاين. تاني لاين. كده عايز اتبلها تتبيله حلوه وجميله. كده يبقى هنا الرز تمام. هناخد بقى ايه؟ خلي بالكم بقى من اللي انا هعمله. ادي شويه زنجر، وادي شويه كركم، وادي شوية هريسة، وادي شوية سكر براون، وادي شوية توم،
حبة ملح، حبة فلفل، شوية من الخل، شوية من عصير الليمون، شوية من زيت الزيتون. مين يا فندم؟ وكريم. عندي هنا توم مع الرز، جنزبيل مع الرز، كركم مع الرز، هريسة مع الرز، رز بني مع الرز. خليك نايما طبعا طبعا. كده وادي المية مع الرز، وشوف انا وانت ايه بقى اهو، عشان انا قدام مني ادي الرز اهو. نبي لوريك اللي في بالي، شوف ازاي. نعم، عايزه ايه؟ طيب كده بص هنا حبيبي يا رسول الله. الله اكبر الله اكبر. النبي احنا ربنا هيكرمنا ان شاء الله. بص على الناحية التانية، واو هو ده يما حبيبي ده اهو. ونخش في دي اهو، شو رايك؟ وبيض وجبنة يا عمي احمد. يا عم احمد. ايوه يا شيخ شربين. حماده. ايوه يا شيخ شربين. ايوه يا حماده. انا احمد من الكيرة، بحبك قوي. وانا الشربيني من سي بي سي. انا عايز اعرف ليه الهمبرجر. حاضر يا عينيا، حاضر يا عينيا. كده اهو، ونصلي على الرسول. اهو ادي بقيت التتبيله اهي. اصحوا بقى معايا بقى لاجل النبي، اصحى معايا يا ست اللي نايمه. اوعى تغفلي عيني كده. اشيل بقى كل حاجه من هنا، ونقلب الرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على الطبق اللي بعده بقى. الراهب الرهيب. حاضر والنبي لوريك. نعم يا فندم. يا عم عمر، عم عمر افندي، يا سيد عمر، يا استاذ عم عمر. طيب سيبه هيرد، هيجي له وقت ويرد. هناخد فاصل ونرجع تاني، ولا نغير المحطه ولا هروح في اي حته. بص يا باشا، بص التسوية من ناحيتين مستوية اهو، ده غير اي شريك انت بتفكر فيه. لسه في الفرن ياما. ده بالعجوة. نعم يا فندم. دولت واحد بالعجوة واحد من غير عجوة. اه ده انت راح على سفر. حاضر، انتوا كلكم جايين قاطعين. يا حول الله يا رب العالمين، مفيش مخرج بيجي عينه مليانه يا ابني، كله عايز ياكل. ما بتاكلوش في بيتكم. عليه الصلاه والسلام. لا يا عيني، ده انت مسافر. طيب عندي سلطه البتنجان، يلا يا عم جمال. عشان ايه؟ نشوف دلوقتي هنعمل سلطة جميلة وحلوة. بتنجان باللبن الرايب
والطحينة. خش يا جميل، خش يا جميل والنبي خش عني هواك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. كده عندي هنا ادي البتنجان، هكسره ومش ههريه، هكسره مش ههريه اهو. عايزه يبقى بيسس اهو. ده توم مفروم، هو حياته التوم. وادي كمون، وادي ملح، وادي فلفل، وادي شويه سماء، وادي شويه بقدونس، لسه عايز ليمون وزيت زيتون. ادي الليمون، وادي الخل حبيبي يا رسول الله، وادي لبن الرايب. كده بقى ملتت، كده بقى صايص زي ما بيقولوا اهو. هنعمل له عملية ربط ازاي يا عمي؟ ادي الطحينة بتعمل له كونتو ستريت، يعني مركز، يعني تربطه اهو. شفت بقى بالصلاة على النبي كل حاجة بتطلع حلوة ازاي؟ ما بفرموش يا جماعة، عشان لو فرمته هيبقى بوريه، وانا عايز احس بطعم البذنجان اهو. اطلع بقى بالفراخ بتاعتي عشان ايه؟ خلاص استوت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده يا عمي؟ يا حلاوتك يا جمالك، خليت للطباخين ايه؟ طيب اهو، كده الرز. ولا يعني انت تديني بالظبط 4 دقايق. طب انت عايز كام دقيقة؟ ما احنا لسه ماشي. وادي البتاع دوت اهو شغال في الفرن اهو، والتاني شغال في الفرن اهو. عمي بلال، عمي بلال. الو بلبل. الو ايوه يا بلبل. عايز اسالك طريقه عمل البيتزا كده. نعم. لا عايزين نعمل له محلات بيتزا عشان ما حدش يزعل مننا. خلاص يبقى مش هنعين تاني، حقك عليا. دي اهو نعمل ايه؟ نصرف كيف كيف يا عبد. طيب اهو ادي مقادير بيتزا على الشاشه يا عريس. عم جمال بعد كده من فضلك تجيب لي السله بتاعت الفيجيتابلز، سله الخضار لو سمحت، من هنا ورايح تحطها لي تاني عشان انت نسيتها من بعد رمضان والناس ماسكه في خناقي. كده خليها كده هطلع بالفرن. حاضر على عيني. كده بقى هنا ده الطبق بتاعي خلص اهو، بس اخد شويه زيت زيتون على الوش عشان يلمع. حبيبي يا رسول الله،
وادي الرز بتاعي حبيبي حبيبي يا سيدنا محمد، الرز بتاعي طالع زي الفل. اللهم صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي كده. اهو نطلع بالفرن بالمره عشان نكمل بيت البوريك بتاعنا او الشوريك. اهو وادي صحن تاني. ده اللي بالجبنه. لسه عندي في الفرن هطلعه تاني. هديني بس دقيقة واحدة نخليه في الفرن العالي. اهو يلا نغرب بقى الرز بتاعنا بالفراخ. الله 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 الله، اللهم صل على النبي كده. ريحة الرز طالع عسل العسل. اهو حبيبي يا رسول الله. المخرج بيقول انا شايفه لسه ني، انت هتشككني في نفسي ليه بس؟ والنعمه استوى. لا بس شويه رز ايه، الله اكبر. اهو هدف من موضوعنا النهارده يا جماعه، هنجدد في مطبخنا عشان اكلنا يعجبكم. بيقول لي مش عارف تشغط الحله يا اخي، انت لا اله الا الله، ما عنديش حله بتشيط يا عم. اهي اخر الحله اهي. يلا بقى نقوم بقى ايه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اه حلو والله العظيم زي العسل. حلوة عايز اشكر عمي حبيبي ابني مخرجي الجميل عمي محمد فهمي، واشكر كل الكاست اللي معايا، واقول لكم نشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.